معانا الاستاذ الدكتور ايهاب رمزي، استاذ القانون وعضو مجلس الشعب السابق. مساء الخير يا فندم. يا فندم، ازي صحتك؟ ربنا يخليك. طبعا يعني عايز اقول ان انت بتعلمنا قانون، ودي حاجه بنفتخر بيها دايما، بس عايز اسال في ربنا جزئيه. يخليك. يعني الثقافه القانونيه في مصر، يعني انا لما بيجي واحد يلجأ الى القانون بيبقى يعني عايز يقول ايه، لسه اروح اشوف محامين واروح اعمل مش عارف ايه ويرضى بالعرف، او مش عايز اقول العرف، بالمجلس العرفي. هل دي ثقافه موجوده في مصر ولا بدأت تتغير؟ لا، هو الأصل العلم القانوني ده بنعتبره علم مباح تمام. وعلم قريب للإنسان العادي، والعلم المباح ده إنه يجوز لأي حد أن يتلقاه وأن يكتسبه. وهتلاقي ناس كتير مثلا بتمارس أعمال قانونية وهي ليست من العاملين في هذا المجال أو من الدارسين. زي مثلا ممكن أنت تعمل لنفسك مثلا عقد بيع أو عقد إيجار، بس تمام. اتعودت فتوصلت إلى هذا العلم عن قرب يعني، وممكن إنها تمارس تحرير عقود البيع والإيجار بسلاسة. تمام. فالعلم القانوني ليس علما معقدا زي العلوم الطبية والكيمياء لا سهل. والفيزياء والعلوم كلها، لكنها علم اجتماعي وعلم مباح ويجوز لأي حد أن يكتسبه بسهولة. وممكن ان هو يثقف نفسه بالثقافة القانونية طول ما هو ده مطلوب، ان هو بيدافع عن حقه او عايز يشوف حقوقه. انت ممكن حضرتك مثلا لو انت منتقل لبلد جديده وتطلع على قوانينها، ممكن ساعتك تلاقي نفسك اكتسبت وفهمت قوانينها، فانت ممكن اي واحد تمام. ممكن يطلع على قوانين البلد، واخد بالك، وبدون انك انت يكون مرجعك محامي يعني. تمام. يعني في حتة برضو، عشان بس أفهم الناس، ما هو العرف وإيه الفرق بينه وبين الجلسات العرفية؟ لا، هو العرف قد يكون ان هو مصدر من مصادر التشريع او تمام. القانون، فيبدا العرف ويتعرف عليه المجتمع، وبعد ما يتعرف عليه المجتمع يعني محتاج الى تقنينه بقى، الى انه يعتبر قانون. فممكن ان المشرع او مجلس الشعب او مصنع التشريع في مصر ان هو يلجا الى قانون اقره العرف قبليه أو أقرته الأعراف من قبل تشريعه. تمام. أتمنى يكون مفهوم يعني مفهومة الحتة دي. مفهومة. يعني عرف المجتمع، عرف القبيلة، عرف المدينة، لكنه في الآخر هو متعارف عليه، مش فبس قانون، بس بدل ما لكن يطبق ممكن بالمجالس القانون العرفية يستمر. يطبق بالقانون، إنه يتعمل قانون لا، الأول. يعني ممكن القانون هنا يلجأ للتشريع فيقنن العنف السابق، واخد بالك، وما تعرف عليه المجتمع ويعتبره انه ايه، قانون ملزم للجميع، تمام تمام واخد بال حضرتك. تمام مثلا يعني عايز اقول لحضرتك يعني، لكن المجالس العرفيه لا، دي شيء مجالس آخر. لا ايه دي بعيد دي مجالس بعيده عن القانون، تمام. الموضوع تاني خالص. فان المجالس العرفيه دي مجالس تحكم ما بين الافراد وتقضي على الأفراد أو على أحد الطرفين، باعتبار ان المجالس وتقضي العرفية دي بتحدث بين القبائل، يعني القبيلة وبعضها يعني. بالضبط. ما بقولك لا، دي مجالس مجالس حكمية، أي تصدر أحكام. والمفروض إن إذا كنا في دولة قانون فالقانون هو السائد، ولا جريمة ولا عقاب إلا بقانون، تمام ولا يجوز تطبيق عقوبة إلا من خلال سلطة قضائية، تمام دولة يعني. ولا يمكن أي تطبيق عقوبة أو توقيع عقوبة على شخص إلا من خلال سلطة قضائية. تمام كده. واخد بالك، لأن سلطات الدولة هم ثلاثة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، فلا يجوز تعطيل إحدى هاتين إحدى تلك السلطات. ما ينفعش أعطل السلطة القضائية والجأ لمجالس عرفية تحكم. هل لو في طب مجلس عرفي بيتقام مثلا، يعني عايز ادي مثل برضو للناس البسطاء برضو وانا منهم، يعني لو في مجلس عرفي وانعقد ورغما عن انف الرجل المستضعف، يعترض ازاي او يلجأ الى القانون ازاي علشان يحمي نفسه
من غضب او من زي ما بيقولوا براثن او مخالب المجالس العرفية. لا، هو المشكلة بقى فيه، هو ارتضى أن يجلس في مجلس عرفي أم لم يرتضي أو أجبر؟ دي تفرق كتير. إذا هو ارتضى أن يجلس في مجلس عرفي، فطبعا المحكمين في المجلس العرفي بيقيدوه عشان يبقى حكمهم ملزم، فبيتم قيده بقيود قانونية زي تحرير وشيكات أو إيصالات أمانة، بحيث إنه لو خالف أحكامهم يبقى ممكن يجوز ليه ان هم يلزموه بطريق تاني، وهو انه يرفعوا عليه بقى الشيك او الايصال ويلجا الى يعني صدور حكم ضده بحبسه يعني. فهم طبعا عشان يدوا الزاميه لاحكامهم العرفيه، فقبل الجلسه العرفيه بيتم الزامه بتحرير ايصالات امانه او دين او شيكات أو في على البيلات. فراد، ويتم استغلالها بعد كده في حالة مخالفته للأحكام الصادرة العرفية. طب ما ده مع فإذا القانون كان هو المصري يعني، ارتضى هل بقى، القانون المصري يبيح ده يا أستاذ إيهاب ولا يمنع ده؟ لا 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 لا، ما فيش نص عندنا في القانون المصري بيبقى، بس هو إذا هو ارتضى ولجأ إلى المجالس العرفية بإرادته، فخلاص بقى عليه أن يتحمل. استضفت مرة الأستاذ سمير رجب وهو غني عن التعريف طبعا، وكان رئيس مجلس إدارة الجمهورية في يوم من الأيام، وكان كاتب بعض خطابات الرئيس مبارك الأسبق يعني، وكان صحفي مخضرم. يعني استضفته على هذه الشاشة في مداخلة، قلت له هل من حق الطائفة الأقل أو اللي مش قادرة تمارس ضغط في المجالس العرفية أنها ترفض المجالس العرفية؟ بمعنى أصح وأدق، هل المسيحيين ممكن أن يرفضوا المجالس العرفية بالقانون؟ قال لي لا. ازاي يعني؟ مش لا يعني مش من حقهم. يرفضوها قال لي مش من بالقانون؟ حقهم يرفضوا. فيعني لا، كانت هو الإجابة غريبة، ونهيت اللقاء على هذا لا، الموضوع كده، لأن خلاص هو كده عمره جاب السيف الإجابة، والمقصلة معلش وقطع رقبة احترامي، الناس. هو بيلجأ للمجالس العرفية، دي اختيار المفروض، إلا إذا تدخل الأمن في أمور معينة وأجبر أحد الأطراف أو الطرفين على الجلوس في المجالس العرفية. تمام. ودي اللي احنا بنرفضها، ازاي انه يتم اجبارهم على المجالس اللي جوه المجالس الوطنيه دي؟ لا، ما ينفعش انه ده الامر ده يكون مصدره السلطه التنفيذيه او السلطه يعني. اي لكن اذا كان الامر ارتضاه الطرفين بدون اجبار، فخلاص بقى هو اللي ارتضى هو اللجأ. لا، ما هو يعني اللي هنا النقطة، هل الطرف الأضعف أو الأقل عددا أو اللي مش واخد حقه ممكن أن يعترض على المجالس العرفية؟ هو أجاب قال المجالس العرفية دي نوع من أنواع القضاء، ومصر بتقرها كدولة، ومش من حق أي حد يعترض عليها، يعني اعتبارها من الإجراء القانوني. لا فأنا لا، دي بسألك بالصفة كارثة. القانونية، هل المجالس لا العرفية لأي حد أن يرفضها ويرفض إنها تقام في لا، حقه أو في حضرتك حق دي مجتمعه كارثة، أو طائفته؟ دي كارثة. حضرتك انت بتتكلم في حاجة تانية، في العرف حاجة أيوة، ما عشان اللي كده هو أنا بدأت بيتم بالعرف بالقانون. والمجالس العرفية علشان أوضح بين الاتنين، وحضرتك أجبت يعني أجبت إجابة تمام، العرف حاجة والمجالس العرفية حاجة تانية. أنا ممكن العرف لا أعترض عليه لأن ده عرف سايد بين الناس، لكن المجالس العرفية من حقي إن أنا أعترض عليها وما أقعدش وما أخدش بيها. بالظبط، ما تقعدش تخش بيها، لكن لا، ما تلجاش ليها. وما بس ألجأش انت لو بيها قعدت، أساسا. ما هيلزموك بطريقه تانيه، وانت لو قعدت هيلزموك بطريقه تانيه. طب بالنسبة للناس البسطة اللي ممكن ينجذبوا أو ينخدعوا بالمجالس العرفية، يعني يكون الموقف هنا إيه؟ افرض إنهم دخلوا المجلس العرفي مش عارفينه، وفوجئوا ان هو الغرامه 2 و3 مليون وهيتحبس فيهم 15 20 واحد، وهم المظلومين وهم المضرورين، قانونا الجا للدوله ازاي علشان اخد لهم حقهم؟ تاني معلش حضرتك، تاني يعني معلش انا لو دخلت المجلس العرفي وانا المستضعف وانا المعتدى عليا وانا المفروض ان المجالس العرفيه دي تجيب لي حقي، ما جابتليش حقي والزمتني ان انا لو خالفت القرار بتاع المجلس العرفي ان انا ادفع 2 مليون 3 مليون وانا معيش، وفي الاخر انا عايز اخد حقي، ما انا يسكت وادفع الثلاثة من يتكلم وادفع الثلاثة مليون، يا اما اسكت وما اخدش حقي، فبلجأ للقانون.
القانون هينصفني ازاي ان انا الغي هذا المجلس العرفي اللي جار عليا كمان وانا حقي متاخد؟ لا، ما هي دي بقى القانون مشكله شويه، بس هي حته اثبات بقى حقك انك انت يعني اثبات هتخالف حقي دي سهله قوي لان في شهود انا معتدى عليا في الحاجات المعلنه، بيتي لا اتحرق ساعات وبيتي اتضرب وانا اتضربت وحاجات كده يعني. المشكله انه ساعات بتعجز عن الاثبات، يعني زي ما انت فاكر ان كده تقدر تثبت بسهوله، والشهود ممكن يتوصلوا بالشهاده، وفساد التحريات وتبص ممكن. تلاقي نفسك والتحريات يقول لك مش دليل وحاجات كده كده قصه، لا اثباتها بيبقى صعب شويه، تمام. لان ناس كتيره بتتخاذل وبترجع لورا وما بتقفش جنبك. الى هذه الفئة بقى اللي انا بقولها دي، ازاي اخلي الدولة تنصفها او يتم تطبيق القانون بحيادية شديدة كمان، انا مش عايز انحياز كمان ليهم، واخلي الدولة تبقى مجيبة لطلبات الراجل اللي وقع عليه الضرب والحرق والحاجات دي كلها، اعملها ازاي كدولة يعني؟ ارض الناس دي لا ازاي؟ لا يعني ما طب الدولة، ما الدولة تجرم المجالس العرفية، ايه المشكلة؟ لكن بتقولي هقول لحضرتك حاجة، ده لا تجرم، يعني احنا دلوقتي ساعات بتبقى الشرطة ووزارة الداخلية بتقدم تقريرها لرئاسة الجمهورية ان 80% من المشاكل حليناها بالمجالس العرفية، فانا لو رئيس دولة حلو والمشاكل اتحلت بالمجالس العرفية يا خير وبركة. استاذ عادل. لا لا معلش معلش، خلي بالك من النقطه، احنا ان يعني المجالس العرفيه دي مفيش ما يمنع ان المجالس العرفيه تصلح ما بين الاطراف، دي مفيش ما يمنع منها، بالعكس دي حاجه السلام، دي من اجل السلام والود والوئام والتآخي والتآلف والدفء، كل الامور دي تحت امرك في ان المجالس العرفيه يكون هدفها ده. لكن المجالس العرفيه تحكم على شخص، لا، يجي في عند مرحله الحكم على احد الاطراف اقول لك لا ما تحكمش، لكن هي توفق بينهم بالصلح والتآخي والسلام، امين. ما بقتش مجلس عرفي بقى، بقى حاجة تانية، بقى لكن ما يعني يجيش مجلس تحكم عليك اجتماعي، قدام بقى حضرتك. اصلاح اجتماعي، معاك في المسمى ده ومعاك في الوظيفة دي، لكن المجلس العرفي خلاص هنا هو حضرتك، بيصدر ناس قانون. كبيره تدخلت، نعم. ناس كبيره تدخلت واصلحت بينهم وكل ده، لكن تحكم على احد الاطراف وتقول له انت تسيب المكان وتسيب البلد، لا تقفل كده، لا تبيع بيتك، لا تدفع لده مبلغ كذا وتحكم عليه بحكم، لا. طب ما حضرتك فبس وضحت لكن اهو تصلح يعني بينهم. الى كل الشعب المصري من هذه الفئة المتضررة انك ما تمشيش المجلس العرفي باحكامه الجائرة عليك والجأ للقانون، هو ده اللي انا يعني عايز اقوله. حضرتك بعد اذن حضرتك، يعني المجلس العرفي في فرق ان المجلس العرفي ينعقد قبل حكم القضاء مثلا في مشكله قضائيه قانونيه، والمجلس العرفي ينعقد بعد حكم القضاء، ينعقد قبل حكم القضاء قد يؤثر على حكم القضاء، ينعقد بعد حكم القضاء هنا فان الهدف منه هو الصلح والوئام والتآخي. تمام، انا مع اوكي التانية دي يعني بعد حكم القضاء وكل واحد ياخد حقه انا معاه، مفيش بس مشكلة، بس ما بقاش مجلس بمعنى عرفي بقى مجلس تصالح مجلس يا اجتماعي. سيدي، ومالي وماله؟ ايه المشكلة ان احنا نجمع الاطراف ونقول له لا يا عم ده اخوك وده حبيبك، وانت ازاي تعملوا كده في بعض، وان ده وان الاساءة دي اخر مرة تتكرر، ونوصلهم الى مرحلة السلام الاجتماعي اللي احنا نسعى ليها، ايه المشكلة في الموضوع؟ ما لكن فيهاش انا اقول مشكلة له طبعا. لا ده انت اللي زيك لازم يسيب البلد ولازم يعمل ولازم يدفع غرامه وكلام من ده، لا هو ده بقى الايه؟ ده زي ما تقول ايه؟ تقليص من عمل القضاء. تمام، ما هو ده او ايقاف يعني كده بنوقف عمل القانون والقضاء والسلطه القضائيه في مصر. تمام كده، يعني المجالس العرفية حينما تجور على الإنسان لابد أن يلجأ إلى القانون وإلى القضاء وإلى المحامين وإلى السلطة الدولة، لأن ده طب افرض إن في ناس بيبقوا قاعدين موجودين في المجلس العرفي ده من القضاء بس مش بصفة رسمية، من الشرطة بس مش بصفة رسمية، وبيتم من خلالهم إن ده يعني دول ممثلين للدولة وإن الموضوع بقى أهو بقى قانوني أهو، حضرتك شايفها ازاي؟ المنظر شايفه بص ازاي؟ حضرتك، ده مشهد مرفوض، ده مشهد مرفوض،
لأن الدولة المفروض لها كيان ولها هيبة، ولا تلجأ الدولة إلى هذه المجالس. المشهد ده مرفوض، لكن الـ يعني ما ينفعش تكون الدولة عضو في هذا المجلس، لأن معناها إنها غير قادرة على تفعيل القانون بين المجتمع تمام، أو بين أطرافه يعني. تعمل ايه بقى مع الناس اللي حضروا واستخدموا هبة الدولة وسلطة الدولة في لا غير أنا مكانها؟ ده قرار، المفروض ده قرار يعني سيادي، إن الدولة لا تتخذ هذا الموقف، والمجالس الوطنية تتم بين الأفاضل دون تدخل سلطة من السلطات. تمام، بس ده بيتم تماما. يا استاذ ايهاب، ده بيتم يا دكتور عشان الدولة تمنعه، أيوه بتعمل ايه؟ حضرتك، إحنا بنتكلم عن المفروض إيه؟ اه واللي بيتم إيه؟ إحنا تمام بنتكلم المفروض يكون إيه؟ ماشي. اللي بيتم ده طبعا ده مخالفة للقانون. أنا بقول لك ده المشهد، المشهد ده يعني ده مرفوض. يعني اه والدولة لازم مرفوض انها ويتطلب تحاسب هيبة قام الدولة. بيه، من قام بيه يعني. طبعا انا طبعا خبراتي الدولة القانونية، لازم تسعى. اه الخبرات القانونية اللي عند حضرتك كتيرة جدا، وأنا عارف إن أنت بتتعامل كمان في يعني زي ما بيقولوا في منطقة شائكة وخصوصا المنيا يعني. اللي أنا عايز مجتهدة. أقوله هنا، الدولة لابد أن تتدخل بحسم في تنفيذ القانون وسيادة القانون. إيه اللي بيمنع في بعض المناطق زي مصر في المنيا مثلا من تنفيذ القانون، وإن المجلس العرفي هو اللي بياخد مجراه، على علم من إن السلطات بتاعت الدولة بتبقى عارفة ده؟ ايه اللي بيمنع الدولة يعني؟ اللي يمنع الدولة، هي المشكلة إن الدولة ساعات إنها تلجأ للمجالس العرفية دي، شايفة إنها يعني شكل من أشكال الإنجاز الاجتماعي، وإنها يعني بتحل فيها ليها مشاكل، وهي وفعلا على يعني لما نرجع بعد المجلس العرفي، ولما الأطراف في المجلس العرفي تم الضغط عليهم مثلا وانتهوا إلى صلح، هل الصلح ده بيدوم؟ لا وهل الأسر دي ما بترجعش تاني تتشاجر، وإنها يعني في المجالس العرفية يعني ما صفتش الصفاء الكامل؟ ما بيحصلش. هتلاقوا حضراتكم إنه فعلا بيعود تاني الأسر إلى ما كانت عليه من خصومات، وإذا كانوا دخلوا في خصومة في نهاية قتل، هتلاقوا حضراتكم بعد كده اتخذ بالطار. طبعا لا، طب اذا كان مجلس عرفي عمل ايه بقى اذا كان بعد كده الاسره دي ولا بتاخد حاجة دكتور تاني؟ فانا ولا بقول حاجة. لك ادي المجالس العرفيه، هل هي انجزت فعلا زي ما كانت الدوله فاكره انها هي محل انجاز كبير في الخلافات؟ لا ما لا، بيحصلش. طب كان كل دول العالم لجأت للعرف، لا للمجالس العرفيه، لو هو ده مصدر يعني انجاز اجتماعي كان كل دول العالم لجأت ليه. اوروبا ما لجأتش، ولا امريكا ما لجأتش، ولا الدول العربيه كتير ما لجأتش الكلام ده، لأنه لا ولبنان يصلح، عندها مجالس صحفيه. ده مفيش. طيب يعني ما بقول لحضرتك يعني مثلا في دول كتير، تونس عندها مجالس صحفيه. آه يعني أنا ما زرتش تونس، بس أعتقد إنه لأ، يعني السيادة القانونية هناك باينة يعني، باينة ما انا وواضحة في بقول القرارات لحضرتك يعني. يعني الموضوع ده مش، لا الموضوع ده مش مجلس يعني، القانون خلاص هيتطبق بعيد خالص عن الموضوع ده، ايا كان اطرافه، ايا كان الاحتقان وصل لدرجته ايه، في حاجه اسمها القانون، هو حاكمني وحاكمك، حاكم كل الناس. تمام، أنا عارف إن القاعدة القانونية إن في قانونيين في مصر ممتازين، وطبعا حضرتك من ضمنهم يعني، وبتفضلوا الإجراء ربنا يخليك القانوني، ليا يا وفي استاذ، مش كده ناس كتير قوي من مصر بتفضل الإجراء القانوني عن المجالس العرفية. يعملوا إيه بقى عشان ينبهوا الدولة إن المجالس العرفية دي ما بتحلش 80% ولا حاجة، دي جلونة لا؟ وكلام بص فاضي وأونطة. حضرتك، اولا حضرتك ما تقدرش يعني تكلمني غير لما اكون في موقع مسؤوليه، لما يبقى في رجال قانون في موقع المسؤوليه نقول لهم تعالوا انتوا عملتوا ايه، لكن لما يكون رجال القانون خارج موقع المسؤوليه ما تقدرش تقول لهم انتوا ممكن تعملوا ايه، هيعمل ايه يعني؟ يعني ما كل اكتر ان احنا ننبه ونحذر مجلس من الشيوخ القادم اضرار انت فين المجالس منه يا العرفيه. استاذ ايهاب؟ لا ده في علم الغيب. ما يعني انت فين منه يعني، انت مش هترشح ولا هتعمل ايه؟ لا لسه، احنا عايزين المسؤولية برضو للناس اللي بتعلمنا لا قانون ده انا يعني. بقول لحضرتك عشان اصل انت بتتكلم على رجال القانون في مصر عليهم دور، طب اه الدور امتى يكون عليك دور؟ بتفعيل بتشريع لكن انا معين متخيل بحيث ان النقابة ممكن
تدلي بدلوها في الموضوع او باتفاق ودي بينها وبين المجالس القضائية، لازم يبقى في قانون لإنهاء هذا الموضوع. ما هو بالثقافة، الثقافة دي هتوصل ازاي من حضراتكم للشعب المصري؟ هقول حاجة، يا استاذ حاتم، احنا عندنا حاجات معينة لم نتطرق اليها بعد حتى الان. انا عارف يعني لغاية دلوقتي في ملفات ما اتفتحتش، ومنها ملف الثأر اللي موجود في الثقافة المصرية. ملف الثأر اللي موجود في الثقافة المصرية، هذا الملف لن تمتد يده ليد الدولة. ده أمر مهم جدا. إحنا عندنا آلاف 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 بيموتوا قتلا لأخذا بالثأر نتيجة ثقافة. ولا بد إن إحنا نبدأ في تغيير هذه الثقافة. مثلا يعني فكرة الثأر دي مثلا محدش فكر فيها، أدنى سنين بتتوارث وأجيال بتتوارث ومفكرناش إن إحنا إزاي نعالج هذا الفكر القديم الموروث. هو فكر قبلي اللي إيه؟ مصر لما كانت في الحضارة الفرعونية ما كانش فيها الطار خالص، لكن هي بالفكر القبلي، وإن القبلية ومعرفش يعني ازاي شغل القبيلة ينتهج وينهي الدولة. القضاء ده دوره ايه؟ ما حضرتك، انا بفكر مع حضرتك، ما هو لازم طبعا القضاء والمحامين اللي هو القضاء الواقف والتشريع والسلطة التنفيذية لازم يبقى فيه كل دول مع سلطات المجتمع الحر انها تنهي المشكلة دي. يا استاذ عادل، الموضوع ده اكبر من حجم اي شخص او جماعه او جماعه. انا جمعت لك الدوله كلها تقريبا علشان تحارب الموضوع ده، بس هل في اراده لده؟ لا، تقف موقف، تقف موقف، وليس الامر خاص بوضع قانون، لان القانون فيه الوضع الكافي والعقوبه قتل الاعدام، فما فيش الاراده. لا، لابد الحلول تاتي من خارج الوضع العام والخاص والوضع القانوني، لان القانون اوكي زي ما بقول لك كافي. لابد من تغيير فكر، سواء بقى من تغيير فكر يعني رجال الدين للمجتمع في انه هذا دي خطيئه وخطيئه كبيره، وانها يعني وانا لو لجأت لرجال الدين هلجأ لهم في كل حاجه، وحتى في الاخر خالص هتوصل للمجالس العرفيه برضه هتبقى بين رجال الدين. لا خلينا حد، لا معلش معلش، انت حضرتك هنا بتغير فكر متوارث. تغيير الفكر، انا بقول لك القانون لو احنا محتاجين تشريع او قانون هقول لك، لكن احنا مش محتاجين تشريع او قانون. القانون حط اكثر عقاب وهي عقوبه الاعدام، هيعمل ايه القانون تاني؟ تنفيذه بقى، ومع ذلك بيؤخذ بالثأر. ما تنفيذه، ما حدش بيتهم حد، ما كل اللي بياخد بالصقر ده القانون ما بياخدش مجراه وما بيعدمش القاتل. لا لا بيعدم، لا 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 لا، موجود في مصر وبيعدم. ما بيعدم القاتل، انا معاك، لكن في ساعات بتبقى تهم في الصعيد يقول لك احنا ما بنتهمش حد عشان ياخد طارهم بمعرفته. لا ماشي اوكي، بقول حاجه حقيقة، لكن ماشي، بعد ما ياخدوا الطرد بيتعرض لعقوبه الاعدام، ينزل محاكمه ويتعرض لعقوبه الاعدام. لكن انا بتكلم على كده، هل العقوبه الواضعه اللي نص عليها القانون اثرت في الغاء او تغيير ثقافه الفقر؟ لا لا لا، ما حصلش. يبقى القانون ليس في الامر ده، مش في الامر يعني القانون وتطبيقه مش الحل، يبقى لازم تغيير الثقافه مش الحل. زي في يعني بص يعني بيبقى في حاجه اسمها سياسه عقابيه، زي مثلا مشكله المخدرات. طب وصلنا المخدرات في جرائم المخدرات، وصلنا برضه للاعدام، هل قضت على المخدرات في المجتمع؟ لا ما حصلش، ما قضتش على المخدرات في المجتمع رغم شددت العقاب، لانك انت ما بتتخذش سياسه عقابيه معينه، انت بتتخذ سياسه الردع والتشديد والردع الخاص والعام فقط. تمام. لكن لابد انك انت يكون عندك اساليب تانية لتغيير الفكر المجتمعي. يعني العداله القانونيه ليست كافيه، لان المواطن يشعر بالعداله اللي هي موجوده، وسواء في العقاب والقانون موجود والعقاب موجود، لكن الشعور بالعداله حاجه تانية خالص. لا يعني مش العداله القانونيه اوكي موجوده، لان جزء منها رادع، جزء من العداله رادع،
اوكي، لكن مش كل العداله ردع. يعني مش هو ده المنهج لكن الكامل احنا للعدالة اللي تصل للمواطن المصري يعني، لكن في حاجات تانية زي بالظبط حضرتك في تأمين امور الثقافات. محتاجه شده وفي امور مش محتاجه شده. في امور محتاجه شده مع علم وتعليم جديد وثقافه جديده لابد ان يكتسبها هو المجتمع. ده بقى يعني، ده تأكيدنا ألجأ لرجال للتعليم الدين ولكن بالصدر. ألجأ للتعليم والمراكز الثقافية. لا او الدين، انت برضو عندك فكر ديني موجود. ما هو الدين ما ما هو بيقولش فكر طار، ديني موجود موهوش خاطئ ما فيش دين بيقول يا طار استاذ عادل. في الدين، ما بيقولش فيه طار يا أستاذ ما هو إيهاب، الطار ده يا عادة سيدي قبلية. الفاضل الدين بيقول لك، لا انا عايز افهمك، الدين بيقول لك القصاص ماشي، من الذي ياخذ القصاص؟ في ناس الدولة. بتفهم ان الذي ياخذ القصاص الشخص. خلي بالك بحضرتك من النقطة دي، مفهوم القاصر في يعني. جزء كبير من المجتمع بيحاطط في ذهنه أن الذي يأخذ القصاص هو الشخص، لا طبعا. والجزء الثاني مثقف متعلم دولة. مكتسب دولة، أن الدولة هي تأخذ القصاص. القصاص تمام. فعندك جزء كبير من المجتمع، طب مين يغير الفكر ده الموروث الديني ده؟ رجاله. رجاله، أنا مش بلجأ، أنا بلجأ لحاجة هي مرجعها حق سليم صحيح. مين اللي يقول يا جماعة القصاص ده لا يؤخذ بيد الشخص ويؤخذ بيد الدولة؟ الدولة من خلال أنا بلجأ مؤسساتها لأقول يعني نقول التعليم. مؤسستها، والدولة مؤسستها مؤسسة دينية. ما هي المؤسسة الدينية لا تؤيد القصاص باليد سواء الإسلامية أو لا المسيحية. ما يا سيدي الفاضل، مش كل المجتمعات وصلها هذه الثقافة. فلازم هو في نبقى يعني، خلينا انا في نصلح نقطه معاك فيها بس ما تبقاش العامل الاولاني ان انا اصل من خلال الشيوخ والاسس والحاجات دي كلها ان انا اعرف الناس هواهم يعني. برضو انا مش مع دي يعني، لا لا انا لا معاها كجزئيه لا لكن مش هي الاساس. يا استاذ عادل، انا بيجي لي ناس كتيره في جنايات قتل بالصار يقول لك ليه احنا اخدنا حقنا. يا ابني اخدت المشكله دي حقك ازاي؟ مشكله. طيب مين اللي قال لك يا ريت اخدت حقك؟ ساعات يرجع الامر الى ثقافه دينيه، ساعات يرجع الامر الى رجال دين موجودين في المنطقه عنده. هو دي بقى برضه مسؤولية وتحمل بيها رجال الدين في الخطابات الدينية طيب انا بقول الموجهة. لحضرتك يعني، ما انت مين قال ان رجال الدين ما لهمش تاثير؟ لا ليهم تأثير بس ما هماش التأثير الأول والأخير في موضوع الطار، لأن هو برضه بيضرب بيهم لا بأراهم عرض الحائط بس اليوم تأثير على كبير في الأجيال تغيير القادمة. ممكن الثقافة، في تغيير الثقافة أكيد. والتعليم. التعليم من الصغر لابد، هل احنا كتب التعليم والتدريس في من الابتدائي لغاية الجامعة تعرض إلى مشكلة الفقر؟ لا ما حصلش. ما تعرضش، وكيفية واحدة من معالجتها؟ الخمس تتعرض لمشكلة الفقر. لا احنا مجتمعنا عايز حاجات كتيرة قوي في الثقافة انها تتغير، وضع المرأة في القانون، وضع المرأة في المجتمع. انا عارف ان يعني في إرادة سياسية لتغيير ده كله، لكن هل الإرادة التشريعية كمان يا متوافقة مع الإرادة استاذ السياسية؟ عادل وده اللي كمان يعني كنت مع هقول لك لقاء مثلا ثقافة مجتمعية، ثقافة مجتمعية انه يعني ان العلاقات اللي لو حدث اي علاقات جنسية ما بين احد الشباب والاحد الفتيات وحصل علاقة جنسية، بيعتبر ان ده شيء من اشياء العار، ان لابد ان يقابل بالقصاص، ولابد ان يؤخذ وقتل القصاص وتقتل الفتاة، وتقتل الفتاة نتيجة أنه او شكل يقتل من أشكال الاثنين قتل العار، يعني. أو يقتل الاثنين. ما ما ده هو مش دي برضو الثقافة دي برضو؟ الثقافة دي يعني لو حد واخدينها قبلية، أخطأ، هي قبلية. لا ما أيا كان، أنا بقول لحضرتك في موروثات لابد إن الدولة تتعرض إليها. طب الدولة ما تعرضش ليها ليه يا أستاذ لابد. إيهاب؟ مع إن ده أمان مجتمعي ما هو انا بيوصل بقول لك حتى شوف، انا للمجتمعات ما الدنيا إنها افتتحتش تهتم بده وإنها ما تستنفذش كل يا استاذ طاقتها في ده. عادل، في ملفات ما افتتحتش، في المسؤول عن ملفات ما الملفات اللي ما افتتحتش. اتفتحتش دي إيه؟ يعني نقول إن النظام السياسي في مصر ولا النظام الاجتماعي في مصر ما بيفتحش لا الحاجات دي؟ ممكن يكون هم شايفين ان المسألة الاقتصادية اولى،
برعايه اكثر واولى بالتشريع اكثر واولى بال يعني بالتعرض اليها مثلا، مشغولين في الاقتصاد ولما والبطاله والبتاع، واحنا بنفتح مشاريع وبنعمل بنيه تحتيه ومشغلين عن حاجات تانية مهمه جدا في المجتمع. انت النهارده بكم جريمه قتل على مستوى جمهوريه مصر العربيه سنويا مئات الالاف، قتل الصقر ده اكتر من حوادث العربيات. وقتل الشرف مئات الالاف، واحنا لغايه دلوقتي ما تعرضناش. ودي ملفات انت بتفقد رجال وشباب ونساء، بتفقدهم نتيجه ثقافه موروثه. تمام، انا معاك في دي، ودي نقطه لابد ان يتم يعني تعديل نظر الدوله اليها، وان لابد ان تاخدها بكل المجتمعات التعليميه، سواء في التعليم الاساسي او في التعليم الجامعي، والثقافه القانونيه من خلال رجال القانون بكل مراحله بقى، القضاء الواقف او القضاء المحكمه او تنفيذ القانون، الثلاثه لابد ان يكون في نشر ثقافه الوعي وتغيير هذه الثقافة، بالإضافة طبعا إلى رجال الدين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، فإن في حاجة القصاص في إيد الدولة، وإن خلي بالك موضوع حضرتك العقاب خدت ده أنت الثقافة مالكش يا دعوة بيه. معادل. يعني أنت مش أنت تحكم بمزاجك على أساس أن الدولة منصفة أو لا، على حسب القانون وحسب ما تراه الدولة. طب ده كلام جميل، ده احنا اتعلمنا حاجات يعني كتير قوي من عايز حضرتك أقول أهو. اتفضل يا فندم. لك، ربنا يخليك، عايز أقول لك على حاجة، إنه فكرة الثقب دي وثقافة الثقب دي موجودة في المجتمعات المسيحية والمجتمعات في الاثنين انا الإسلامية. عارف، انا في عارف انها في الاثنين. الاثنين، يمكن قليله شويه بالنسبه للمسيحيه لكن هي موجوده لا، موجودة، لا مش قليلة. كتيره مش برضه. قليلة. كتير جدا. القبليه وثقافة موجوده هنا الثقب او هنا، انا عارف انا للشرف عايز انهي القبليه باي طريقه، والصراع القبلي هو والقتل صراع ضد للشرف الدوله، موجودة في المجتمعين. موجوده في الاثنين. و بالضبط. هي اصلها هو موروث بقى، موروث ثقافي وملوش دعوه لا بالدين ولا بغيره، وعشان كده بقول ان رجال الدين يشدوا حيلهم ويلغوا بهذا الموروث مع المؤسسات المجتمعيه التانيه، لانهم لوحدهم مش هيقدروا. إن شاء الله، يعني يا رب نتمنى إن يكون في مجهود من الدولة في هذا الموضوع. تمام، ايه الملفات التانيه اللي ممكن تبقى مسكوت عليها غير الصقر؟ في حاجات تانيه يعني ناخد على سبيل المثال الزيادة وليس السكانية، الحصر، يعني الزيادة السكانية الزيادة السكانية والانفجار السكاني. طب الدولة طبعا. ساكتة عليه ليه؟ انت ايه؟ الدولة ساكتة عليه ليه مع لا ان ده الدولة مش بيلتهم كاتبة فيه، بس كل سبل التنمية اللي موجودة؟ ما انا بقول لحضرتك الزياده السكانيه، يعني انت مش متخيل انه الدوله مش جاده فيه. لغاية دلوقتي واخد بال حضرتك؟ لغاية دلوقتي مظهريا طبعا، ومفيش قانون حتى يحد من، يعني هو بيقول لك النسل ومش عارف ايه وكذا، لكن مش جاده فيه. 2.5 مليون نسمة سنويا بيلتهم كل وسائل التنمية، وده بيبقى عبء على المواطن الجديد بص والقديم. انت، بص مهما تعمل بنيه تحتيه، مهما تفتح مشاريع، كل هذا الموضوع تلتهمه الزياده السكانيه. انسى، مش هتقدر تواكب ولا تقدر تتطور ولا تكبر طول ما انت عندك زياده سكانيه يعني زائده عن الحد المعدل الطبيعي، طبعا رهيبة. عن المعدل الطبيعي. انسى الموضوع ده، وده برضه ثقافه مجتمعيه وثقافه انجاب. يعني يقول لك ان دي عطيه ربنا، ما هو برضه نفس القصه. تعالى شوف المجتمعات المسيحيه المسلمه وكل المجتمعات في مصر، تقول لك دي عطيه ربنا وانه ده انا حرام بستغرب برضو يا استاذ ايهاب، يعني في امريكا مفيش تحديد نسل ومفيش تنظيم، يعني يقول لك هات زي ما انت عايز، وان الطفل هنا ملك للدوله، وما قدرتش تصرف عليها نصرف عليها احنا كدوله، ماشي. وبنشجعه ده، أمريكا دي دولة ودوله غنية. مهجر. ومع ذلك انا عمال اقرا يعني من ساعه ما كنت في ابتدائي الى الوضع ده 30 40 سنه، وعدد امريكا ما بيزيدش قوي، يعني اشمعنى احنا يعني بسم الله ما شاء الله، يعني زدنا من 30 مش مليون من ايام هتلاقي، السادات ل 100 مليون دلوقتي. حضرتك الزيادة السكانية إلا في إلا إنها مرتبطة بالجهل. واخد بال حضرتك؟ ومرتبطة بالبطالة، بالجهل والبطالة. تمام. فمش هتلاقي غير في مجتمعات
الجاهلية يعني مش هتلاقي زيادة سكانية في المدينة زي القرى مثلا، تمام، واخد بالك؟ والقرى غير فهي العزب مرتبطة وهكذا. بالمجتمع، ده الجهلاء، هي ثقافة الجهلاء. طب ما فيعني هو عشان كده بقول لحضرتك ملفات كتيرة المفروض إن الدولة تتعرض ليها بجدية يعني، بس مش أكتر يعني. طب الدولة بقى عشان تشعر المواطن تحت لازم تفتح الملفات دي، ودي حاجة جديدة برضو علينا في النهاردة بنشوفها يعني في البرنامج، في ملفات مسكوت عليها، في ملف يمكن الدولة مش واخدة باله، هو العنصرية اللي مش واخدة بالها منها، وهي خانة الديانة في البطاقة، في بطاقة الرقم القومي. بطاقة الرقم القومي بيانات زيها أي بيانات، إيه يخص الدولة إن ده مسيحي أو مسلم أو لا ديني يعني؟ بص هيك حاجة، الدولة حاولت في الموضوع ده ده بالعكس، ده مجلس وأثبت إن النواب إنها ما فتحوش من أساسه، ودي برضو لا يعني لا ده لا اترفض، اتفتح واترفض، وكان في معارضة شديدة جدا في مجلس النواب للموضوع ده، وموضوع الموضوع ده يعني شائك، والدولة حست إنها هتخسر فيه خسارة كبيرة، رغم ان برضو يعني انا شايف ان لو الدوله وقفت وفتحت تاني دلوقتي الدنيا هتتغير. لكن انا مش لاقي ليه هدف تماما الا انها ترخيص للطائفيه والعنصريه. بالظبط. يعني ليه؟ في لان الأردن مثلا، بتضحك أدي مثال الامور. للأردن وهي دولة عربية وأغلب الناس اللي سكان فيها مسلمين، ومع ذلك بقرار من الحكومة الأردنية في بطاقة الرقم القومي مفيش خانة الديانة، مش موجودة. وفي تونس يا كذلك. أستاذ عادل، في نقطة، أنت حضرتك الباسبور المصري في خانة ديانة؟ لا ما حصلش ومش هيحصل إن شاء الله، مش هيحصل طيب لأن ده حاجة عالمية هو أصلا. لا مش حاجة. ماشي، طب ليه أنت الباسبور المصري حطيتش في خانة ديانة؟ ما هو مش ليه موجودة. تحطها وأنت داخل مصر في البطاقة الشخصية وأنت خارج مصر ما تحطهاش؟ مع ان الباسبور ده بيعتبر برضو اثبات شخصية يعني، زيه زي بطاقة إثبات الرقم شخصية. القومي. أه إيه المشكلة يعني؟ وانا لما اروح اعمل توكيل لحد واروح اتجوز بالباسبور عادي. واحنا اتناقشنا قبل كده في الزواج المدني، وده مسؤولية الدولة في الاساس، اما الزواج الديني فده حسب كل واحد واختياراته الدينية، لكن ده ما بيتمش. احنا الزواج في مصر زواج ديني من الالف للياء، وده برضو ضد الدولة المدنية او الدولة دولة المواطنة الكاملة، دي برضو من نوع اللي هي مسيحي ومسلم برضو يعني. يعني كلمة مسيحي ومسلم فيها مؤثرة قوي، فيها قوي يعني. حضرتك شايفها ازاي يعني؟ ما ممكن تتغير يعني؟ هل المجتمع المصري قابل لده، ولا هو قافل على الحتة دي ومش ممكن هنتغير؟ ولو ما اتغيرتش احنا زي ما احنا، احنا قبليين، احنا طائفيين، احنا عنصريين، وما احناش دريانين. لا معلش، هو احنا يعني المجتمع بيتغير بس تغيير طفيف يعني، ولما بنيجي في حته الدين دي الدنيا بتلتهب اكتر، والدوله بتقول لك مش عايز افتح باب على نفسي في موضوع زي ده، وخلينا نبص للقضايا الهامه اكتر، ده هو وان مش احنا مناقشة عايشين موضوع بقالنا ديني يا أستاذ سنين. إيهاب، ده مناقشة الفصل بين المواطنين بالدين. هي موضوع مش موضوع مناقشة الدين الفلاني، لا ده هي مناقشة إزاي أفصل بين ده وده، وأنا كدولة مدنية ومواطنة كاملة المفروض ما بس أعملش هقول ده. لحضرتك حاجة برضه، عشان هقول لحضرتك حاجة، عشان الكنيسة رافضة. ما دي والمراقبة الكنيسة ما انا ما المصرية بجيش، انا بقول على الدوله انها تعلن مسؤوليتها وتلغي يعني الكنيسه والمسجد على راسي من فوق، لكن ده قرار مواطنه ومدني 100%، لا الكنيسه ولا المسجد. بقول لحضرتك حاجة، ما هو ساعات بقى يعني لما جت رفض الكنيسة على هوا الدولة فقالت لك ايه، انا ما ازعلش الكنيسه. فخد بالك لما جاي الاثنين على هوا الدوله، بس لا يعني خلينا احنا ايه، احنا ناقشنا في الموضوع ده كتير انا وقلنا عارف، انا بقول لكن ده من ضمن برضو المجريات يعني، لان هو الدولة لابد انها تاخد الصدارة وتاخد المسؤولية وتاخد القيادة. لا يعني لا، الدوله تاخد حزو، الدوله المدنيه تمام. بس يعني ما هي لا احنا في تحت امرك الدستور دلوقتي. دلوقتي يعني، حضرتك احنا في الدستور دلوقتي لما نقرأ الدستور المصري احنا دولة ايه؟ الدولة الخليط خليط. لكن هل ما بين يحق الدولة لأي المدنية حد والدينية. وخصوصا إعلامي أن يقول أن مصر دولة إسلامية؟ مش حتى هي في الدستور مكتوبة كده.
مكتوبة إسلامية، اه يعني هو معاه حق. مش حضرتك طب ما يبقى رئيس الدولة هي بيقول لا أكيد. احنا دولة هويتها مدنية. لا هو بيعتبر دي حاجة ودي حاجة، يعني لخبطة يعني. بيعتبر دي وبيخلطوا، لا بس وبيخلطوا ما بين دين الأغلبية وبين الدولة، وبينسبوا الدين للدولة، وهذا خطأ. الدولة شخص معنوي لا يجوز النسبة الدين إليه، لكن أقدر أقول أن الدولة الديانة الإسلامية هي ديانة الدين، هي ديانة ديانة الأغلبية في مصر. طب ماشي، انا طبيعي ده عادي. انا معاك فيها يعني، لكن الدولة بالصفة ما ينفعش. لا يعني إزاي أنسب دين لشخص معنوي؟ ده شخص معنوي، الدولة ده كيان معنوي. ما هو الراجل الاعلامي اللي انا جبته ده خاص بالكرة زي العالمية، شركة يعني، يعني الراجل ده، خلينا حضرتك مهتم بالكرة العالمية، كرة القدم يعني، ومع ذلك بقول له في مراهنات اتعملت في مصر على موضوع بطولة أفريقيا، قال لي لا احنا دولة إسلامية مو على طول يعني. انا مش عارف هو جابها منين لا يعني. يعني المفروض يقول، يعني بص دولة إسلامية يعني المفروض المقصود بيها هي دولة إن الإسلام هو دين الأغلبية، المفروض كده. واخد بال حضرتك؟ لكن أنا مثلا في شركة، ما هو ده كيان معنوي زي الدولة بالظبط. في شركة ينفع أقول إن الشركة دي شركة إسلامية والتانية او دي شركة مجمع إسلامية؟ التحرير ده مجمع شركة اسلامي، يهودية؟ او الجيش ده جيش اسلامي، او الشرطة دي شرطة لا لا اسلامية، لا او السلاح ده سلاح لا اسلامي، ما ينفعش. دي كلها كيانات معنوية. ما هو ده اللي احنا بنحاول دي نفهمه من كيانات خلال معنوية. الاعلام يا استاذ ايهاب، ان في دي فرق بين لا دين زي ما بقول لك، الاغلبية. أنا بفتح شركة دلوقتي. أنا بفتح شركة دلوقتي. واخد بالك؟ تمام. في أقدر أقول إن الشركة دي شركة مسيحية؟ لا طبعا، ولا في اي حته في العالم. ما هو ده كيان، ده ما هو ده كيان لو معنوي اطفيت يعني، مش الصفه هنخش الدينيه، القانون. في جزء مش موجود في مصر اللي هو نون بروفيت اورجنايزيشن، ده مش موجود، اللي هو شركات غير قابله للكسب، ممكن ان تصفها اسلاميه مسيحيه زي ما انت عايز، لكن دي ما بتبقاش حاجه تجاريه. لا بس انا بقول لحضرتك ايا كان الشركه، دي حاجه اسمها شخص معنوي. الشخص المعنوي ده مش شخص طبيعي ما اقدرش ادينه، ما اقدرش له البسه، معتقد ما وليه اقدرش فكر. اخليه يسجد، وما اقدرش اخليه يصلي، ما اقدرش اخليه يدفع زكاه، وما اقدرش اه اخليه بالظبط. كده. طبعا بس الشخصيه هو ده الهدف الاعتباريه دي يعني، احنا كرجال قانون بنتكلم بلغه القانون. واخد بال حضرتك؟ لكن عاوز اقول ان ده دين الاغلبيه. طب هو ده صح، دين الاغلبيه وزي دوله طب دين الحاله اللي فيها دين الاغلبيه المصريين انهم لازم يذكروا الدين، احنا اغلبيه ولازم نذكر الدين في كل يعني. حاجه، لا يعني مثلا زي ما الهوس اقول ده جاي دوله منين؟ مثلا، معلش يعني، او زي دوله تايلاند مثلا، دين الاغلبيه فيها البوذيه. هل اقول دي دوله بوذيه؟ ما بيحصلش. ولا الصين كمان، ولا اليابان، مثلا ما بيحصلش. هي دول كلها يعني ما دول. لا مش يعني ما ينفعش ان انا اقول كده كلغه يعني، ناس قانونيين ما ينفعش ان انا يعني لغه القانون كده وتعريف القانون كده، والشخص المعنوي ده غير الشخص الطبيعي. القانون بيفرق ما بين الشخص المعنوي والطبيعي في كل حاجه. طب ما هو برضو رجال الدين لما بيتكلموا في الحاجات دي برضو يا استاذ ايهاب بيتكلموا عن العداله الاسلاميه لغير المسلمين، موقف غير المسلمين من التشريعات الاسلاميه، التشريع الاسلامي والنصارى، التشريع الاسلامي واليهود، التشريع الاسلامي والملحدين، التشريع الاسلامي والعالم. مش كل ده بيتدرس في جامعات الازهر والحاجات اللي هي بتبقى حاجات طيب ما خاصه احنا برضه، ودينيه؟ ما احنا طب ما ده الدولة تفرقه صحت وعنصريه، كل ما هي ده باينه ايه؟ ما هو الراجل ده يا بيطلع رسول ما الله. عندوش اخر قدامه، فهو الكل بالنسبه له مسلمين، والاخر ده بيعامله معامله درجه تانية. انتهينا يعني. يعني هي الثقافه كده؟ ما احنا بنتكلم على مواطنة، والمواطنة يعني تتعارض تعارض كامل مع اي من كل هذه المفاهيم. شيء يميز طائفة عن طائفة. تمام. فاحنا حتى الدولة بتدعو للمواطنة، الدين رئيس الدولة بيقول ما ده. بقتش طائفة عن طائفة. ما هو الإرادة السياسية بتقول المواطنة الكاملة، وما بحبش أتكلم على مسيحيين ومسلمين، ده رئيس الدولة ورئيس الوزراء كذلك والوزراء كذلك والحكومات بالظبط. كذلك والتشريع كذلك.
يعني حتى التشريع رغم انه بيرجع الى مبادئ الشريعه الاسلاميه الا انه في الاخر هو بيشرع للاثنين. الجميع اسمه مواطن مصري. تمام. بص، مواطن مصري، المواطن المصري لو كافت الحكومه واجبات وفقا للدستور. كلمه ما عندناش شخص يقولوا شخص مسلم وشخص مسيحي، المفروض ان الكل مواطن مصري. تمام. يعني على الاعلامي ده كان المفروض يجاوبني ويقول لي احنا قوانيننا في مصر لا تبيح المراهنات، وكانت هتبقى اجابه اعلاميه رائعه. ماشي. لكن هو فضل اقصر الطرق وافتخاره في ذاته، وداس على كل الدنيا كلها وداس على الاخر لان ثقافته كده. لا بص هقول حاجه، انا النهارده لو ملحد ناخد بال حضرتك بقى ما بقتش مواطن مصري؟ ما هي دي النقطة اللي أنا عايز أسأل فيها. البهائي والملحد والشيعي والمسيحي، المسيحي بكل الطوائف. بلاش. ده في مشكلة قانونية كنت عايز أسألك فيها برضه يا أستاذ إيهاب. هل المنتمين إلى المسيحية من شهود يهوى والسبتيين لا يحق لهم من الاشتراك في القانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين؟ يعني يروحوا فين؟ لا، وهم البهائيين دول طائفه مالهاش دعوه بالمسيحيه والمسلمين. السعودي اهو السبتيين بقى من تمام. مشكله ثانيه. لا، هم دول عايشين مشكله برضه. خلي بالك دول عايشين مشكله. ايوه. ليه؟ لان هم ما بيكتبش، هو السجل المادي ما عندوش غير ديانتين، ينتهي مسلم. ما بيقدرش يكتب ديانه ثالثه. فبيكتبوه عند خد الديانه يكتبها لهم، يعملها لهم شرطه كده. ما بيقولوش بهائي. ما يقولوش بهائي. يجي عند الخد الديانه ويعمل له شرطه كده. شرطه. واخد بالك؟ فده خطا. ده خطا. يا يعني نلغي الديانه يا يعني نكتب له ديانته. يعني هو طالما كتبها للبهائي طب ما تكتبها للكل شرط. لا ما كتبهاش للبهائي. ما بكتبهاش. لا كتبها للبهائي شرطه يعني، ما يكتبها للكل شرطه يعني. مش عايزينها للكل يعني. انا فاضيه يعني، فاضيه يعني مش. لكن هل قريب الشعب المصري او المجتمع المصري او الاراده السياسيه او الاراده التشريعيه ممكن انها تتقبل انها تنزع خانه العنصريه من البطاقه بتاعه الرقم القومي؟ ممكن تكتفي بيها في شهاده الميلاد؟ امين. بس هي نقول لنا ولا علينا، الدوله حولت وخشت الاستمرار في هذا الموضوع، يعني حولت في جامعه القاهره في الغاء النقاب، وحولت في خيانة الديانة في البطاقة، ومجلس الشعب كان في يعني جمع غفير من السلفيين والإخوان فرفض. أو المتعصبين يعني. في أمل يا دكتور؟ أنت بتقولي بقى في أمل؟ ما أعرفش. ما رؤية شخصية على المستوى الشخصي. هل في امل ان ده يحصل؟ يعني هل في امل ان المواطنه الكامله تبقى في مصر ونبقى المصري يفتخر بمصريته والقانون المصري وانه بياخد حقه على ارضه برغم ان هو مسيحي او بهائي او ماشيين في اتجاه كويس؟ ها؟ احنا ماشيين في اتجاه كويس. احنا الدوله بتخفف الحده الدينيه شويه في حاجات كتيره. يعني اتمنى بس احنا ماشيين في اتجاه كويس يعني. يعني يقول لي لو علينا برضو انه المساله الدعوه الدينيه خفت شويه. مجلس الشيوخ القادم هيبقى وظيفته ايه يا دكتور؟ مجلس استشاري لزرع قوانين او لجذب قوانين او لتعديل قوانين، مش كده؟ لا لا لا، لكل المواضيع اللي بتقعد عليه، مش لازم قوانين، ممكن اتفاقيات، ممكن مشاريع الدوله يعني مزمع انشائها. فهو مجلس استشاري مفيد في الفترة الحالية، يمكن يعدل حاجات، يمكن يساهم في تعديل حاجات، ثقافات، حاجات كده. ممكن مع جمع خبرات كبيرة يعني الدنيا هتختلف يعني. دولة هل المفضل ان هو يبقى اغلبه قانونيين؟ اغلبه طبعا مش مستحيل. لا 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 لا، رجال دولة استشاري. هيبقى في ضباط سابقين؟ بس الله اعلم يعني، مش هتفرق معانا. بس الفكره ان هيبان بعد تشكيله يعني. لا يحمل خبرات اهم حاجه، لان مجلس استشاري لازم ناس على قامه من العلم والخبره
ما يعني يساعد الدولة في مهمتها يعني. هل وهي أنا أجيب مجلس في الشارع الناس جهلة؟ مثلا هتبقى مشكلة صعبة أوي؟ لا هو نفس طبعا، مشكلة يعني، لا لكن مش هذا شرط المجلس يكونوا قانونيين الاستشاري هو المفروض إن هو بيشخص المرض أو يعترف المرض سواء كان قانوني أو اجتماعي أو غيره يعني، ما هو يعني هو المستشار، هو الذي يشير، هو الذي يقترح بحلول في موضوعات معينة. فأعتقد إن هو هيبقى مفيد ومش هيبقى له أضرار، لكن تفعيله على طريقة مجلس النواب ما أعتقدش إن هو ياخد تشريع، لا لا لا، القانون الدستور مش كده، ما بياخدش تشريع أهو. الدستور عمره يكون، لا هو ليه سلطة تشريعية تماما يعني. آه، لكن ف هو سلطة استشارية. مجلس استشاري لكافة المواضيع هل تعرض هو عليه نسخة من مجلس الشورى اللي فات ولا في حاجة مستحدثة فيه؟ تقريبا. هو نسخة اه كابي ايوه يعني، تقريبا كابي يعني. بيست. أستاذ إيهاب يعني احنا نحب نشوفك في موقع المسؤولية حتى لو في مجلس الشيوخ القادم، لأن أكيد ربنا هتعمل يخليك يا حاجة كبير، مع المصريين المستنيرين زي حضرتك كده من الرؤية القانونية شكرا الواضحة واللي شكرا احنا شكرا بنتعلم منها كل مرة وكل مداخلة. شكرا جزيلا دكتور أستاذ شكرا إيهاب خالص، رمزي، ربنا الله يخليك يا يخليك. فندم.